شاء الله بأي تشكيل بأي لعيبة إن شاء الله جوه نادي الزمالك إن شاء الله نحقق الفوز. طبعا جمهور الزمالك جمهور واعي جدا وحافظ كل اللعيبة ما شاء الله وعندهم رؤية فنية. وفي حد قال كده إن الماتش ده بتاع عبد الشافي مع إن فتوح متألق، ولكن الماتش ده دفاعيا محتاجين عبد الشافي طبعا نظرا للقوة الضربة لطلائع الجيش بتكمن طبعا ناحية اليمين مع أحمد سمير. خلينا بقى أخدكم لموضوع مهم الصراحة وهو المنظومة الدفاعية للفرقة السنة دي. الحقيقة إن فريق قوي بيحقق بطولات بيبقى بفضل دفاعه في المقام الأول. السنة اللي فاتت كسبنا الدوري بأقوى دفاع. السنة دي المنظومة دي في نادي الزمالك بتسير على نفس نهج السيزون اللي فات وبادية الموسم بشكل أكتر من رائع. ثلاث مباريات الزمالك لعبهم لحد دلوقتي، بداية الموسم ماتشين في أفريقيا مع توسكر الكيني وماتش في الدوري قصاد إنبي، بيقدر الفريق فيهم بيخرج كلين شيت زي ما قالت انجي من شويه. يعني خليني اقول لك انه الحقيقه دايما يا احمد اي نجاح لاي منظومه بيكون بسبب افراد يعني الخط الدفاعي بتاعهم. بدايه طبعا عندنا من ابو جبل محمود علاء اللي راجع السنه دي بفورمه عاليه جدا، كمان الونش اكيد، كمان عبد الشافي، حمزه المسلوسي، غير طبعا بقى خط الوسط بتاعنا الدفاعي طبعا بقياده المقاتل كابتن طارق حامد وامام عاشور ورؤى كمان وزيزو. والحقيقه ان احنا يعني دايما هنا في نهارك قبل دايما بنحب نشيد بيهم وبنستنى منهم الافضل دايما. الموسم ده طبعا بقياده المدرب الكف الذكي جدا مستر باتريس كارتير، وعشان كده بقى جمهور الزمالك الواعي باعت رساله للمنظومه الدفاعيه لفريقنا طبعا بعد الانطلاقه القويه اللي بدانا بيها الموسم الحالي. تعالوا نروح مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه. رسالة للمنظومة الدفاعية في نادي الزمالك، حراس مرمى مدافعين، يمكن خلال ثلاث مباريات توسكر كيني ماتشين وماتش انبي ما دخلش فينا جول. الحمد لله، الحمد لله عندنا حراس المرمى اكثر من ممتازين، لكن الدفاع ساعات ينسى نفسه، البعض يروح ما يرجعش. احنا عايزين دفاع يكون اثنين ثابتين ما يجروش مع اللعيبة مهما كان المباريات، والطرفين ممكن يتقدموا دول، لكن الوسط الدفاع ده ثابت. أقول طبعا رسالة موجود الونش وموجود محمود علاء وموجود حمد عبد الغني، دول أحسن دفاع في مصر، وموجود وراهم أبو جبل وعواد، فدي أحسن منظومة أحسن دفاع في مصر، فعشان كده رسالة ليهم بيفضلوا أفضل دفاع في مصر عشان نقدر ناخد الدوري بإذن الله. إن شاء الله يكسبوا، مدافعين الزمالك كلهم رجالة إن شاء الله، وعلى الأقل برجل واحد ان شاء الله. الماتش ده مش هنفوته بسبب الماتش النهائي الاخير وكسبونا، لما الماتش ده مش هنفوته ان شاء الله ونكسبه. اللعيبه كلها رجاله الصراحه. اقول ان هم احسن مدافعين في مصر، كل المنظومه الدفاعيه في نادي الزمالك منظومه ناجحه، وان شاء الله على الطريق ان شاء الله نحتفظ ببطوله الدوري المره الثانيه على التوالي باذن الله. لهم ان شاء الله ربنا يوفقهم ويكملوا على مستواهم. مرجان عندنا الحمد لله باكات كويسه، الشمال او اليمين، عندنا برضو حارس مصر الاول محمد ابو جبل طبعا، عندنا يعني خامه لعبه كويسه جدا جدا تقدر توفق الزمالك ان شاء الله السنه دي، ويقدر ياخدوا الدوري ودوري ابطال افريقيا باذن الله وكل البطولات يعني. طبعا كابتن ابو جبل اللي قال عليه طبعا حارس المنتخب في الفتره ديت طبعا، وكابتن محمود الونش طبعا نجم منتخب مصر طبعا في الفتره ديت، وكابتن محمود علاء بدا يرجع لمستواه الحمد لله يعني، وباذن الله وكان نتمنى ان شبابنا كان كمان يبقى معاهم، بس الحمد لله يعني على كل حال. وكابتن محمد عبد الغني اللي قال عليه طبعا سرد باك عالي قوي، وباذن الله اللي جاي احسن باذن الله مع نادي الزمالك باذن الله في المنظومه الدفاعيه، وباذن الله اللي جاي تقدم باذن الله السرد باك كلهم باذن الله. طبعا منظومه الزمالك يعني منظومه في اخر ثلاث ماتشات كانت كويسين، طبعا كابتن محمود علاء بدا يرجع لمستواه، وكابتن وينش منتخب مصر، محمد اخباني لاعب كبير. احنا بسم الله ما شاء الله عندنا منظومه دفاعيه محترمه جدا، احسن منظومه دفاعيه في مصر، وان كان الونش كان محمود عليها كان عبد الغني، وكان عندنا حارس مرمى منتخب مصر، عندنا كمان ديفندر، احنا يكفينا طارق حامد احسن ديفندر في مصر، ويكفينا ان احنا عندنا باكات من احسن الباكات في مصر واحلى ونجات في مصر، هم الونجات اللي عندنا، وان شاء الله بمشيئه الرحمن الدوري السنه دي زملكاوي وبطوله افريقيا ان شاء الله زملكاوي ان شاء الله السنه دي.